ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أمته موعدا، وهذا الموعد زماني ومكاني، موعد زماني ومكاني. فأما موعد زماني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، قبضت روحه وارتفعت إلى أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى، فلا يمكن أن يكون ذلكم الموعد إلا بعد يوم القيامة. وأما المكان فإنه عند حوضه صلوات الله وسلامه عليه، فظاهر ما تدل عليه الأخبار أن لكل نبي حوضا، وقيل ليس للأنبياء أحواض، لكن الذي يظهر أن لكل نبي حوضا، وهذا الحوض مكان في عرصات يوم القيامة، والناس كما تعلم يحشرون، وحشرهم يكون على مراحل، يحشرون أولا من القبور، وبعد ذلك يجمعون، يتبعهم يتبعونهم ملكا يقال له إسرافيل يتقدمهم إلى أرض المحشر، ثم تكون أهوال يوم القيامة حتى ينتهي المطاف إلى أن هذه الأمة ترد على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. هم يعرفونه بما أتاه الله عز وجل من النور، وهو يعرفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين. هذا الوضوء الذي يأتيه المسلم قبل الصلاة ظاهر الحديث يدل على أنه في شرع الأنبياء قبلنا، لحديث جريج وهو من عباد بني إسرائيل أنه لما اتهم دعا بوضوء فتوضأ، فالحديث يدل على أن الوضوء في الأمم قبلنا، لكن الذي ليس في الأمم قبلنا أن الله عز وجل لم يترك لتلك الأمم الذين كانوا يتوضؤون قبيل صلاتهم لم يترك آثار لوضوء، وإنما هذه الأمة تظهر آثار وضوئها على أذرعها وعلى جباهها، وهذا معنى غر المحجلين، تظهر يوم القيامة، فبهم يعرفون يميزون عن غيرهم، فبذلك الغر والتحجيل يعرفهم نبيه وهم بالحوض، وأنه ليس كمثل غيره من أحواض أنبياء يعرفون نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما أتى عليه الصلاة والسلام البقيع ليزور الموتى قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض، فرطهم أي سابقهم متقدمهم على الحوض. فهنا قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فضرب منهم مثلا حتى يقرب المعنى قبل أن يجيب، قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرما محجلة في خيل دوم من بهم، خيل يكسوها شيء من البياض في خيل كلها سواد، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأن ذلك البياض على الخيل يجعله مميزة عن الخيل البهم الدوم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر المثل في أذهانهم وهو مستنبط مأخوذ من البيئة التي يعرفونها، قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا الموعد كلما كان المؤمن في قرب من الدنيا وناله ما ناله من كرب الدنيا ولا بد أن يناله، لقد خلقنا الإنسان بكبد، ما الذي يخفف الوضع؟ ما الذي يعين على الصبر؟ ما الذي يجعل المؤمن يحتمل قيام الليل وغير ذلك من أنواع الطاعات؟ ما الذي يجعل مؤمنا يقابل أبويه وقد كبر في السن ودق العظم واحتودب الظهر وهو يرعاهما يضرهما؟ كل ذلك علمه أن ذلك يثار عليه، وعلمه أن ذلك يعين على أن ينال شرف الوقوف على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ما تمث كل ما كان في قلبه محبة جلة عظمى كبرى في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الآثار القرآنية والنبوية والأحاديث التي قال عليه الصلاة والسلام، فعظمها وجعلها بين عينيه وقام بها على كل وجه أتم ونحو أكبر، كان ذلك حريا به أن يكون أول الواردين، أن يكون أول الواردين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لا يستطيع أن يسير في عمل دون أن يعرف غايته، دون أن يعرف نهايته، دون أن يعرف جائزته، محال أن يسير الإنسان في ركب كهذا. حتى لو أنك أتيت لصبية وضربت لهم سؤالا وأخبرتهم عن جائزة، من قبل أن يجيبوك سيقولون لك: ما الجائزة؟ لأنهم على قدر عظيم الجائزة سيعطون من أنفسهم وقتا لأن يجيبوك، لكن الجائزة إن قلت إن اضمحلت ترى الناس منصرفين.
الصليبيين عنه. واي شرف اعظم من ان ينال الانسان سقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يده. والناس يومئذ اعظم ما يكونون حاجه الى الماء، لان العباد يحشرون عطشا احوج ما يكونون الى شربه تذهب ذلك الظما، وذلك يكون على يديه صلوات الله وسلامه عليه. وابو بكر الاسلمي رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابه لما ظهر من الشام بعض الامراء الفجره وكانوا ينكرون حديث الحوض، قال يا ابو بزة لعبيد الله بن زياد وقال لغيره، قال والله لقد تركت وراء في المدينه عجائز، اي نساء عجائز في السن ادركنا زمن النبوه، لقد تركت وراء في المدينه عجائز ما صلت احداهن صلاه الا سالت الله ربها ان يسقيها من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اسال الله بمنه وكرمه ان يسقينا واياكم من حوضه صلوات الله وسلامه عليه.